معلش نب، لازم اشوف النظر، انا لازم اشوف النظر، ما راح اروح من عندك. ايوه بالضبط لقيتك، تعال تعال يا اخوي تعال. ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ بهذلتنا بهذلة وصقتنا، طلعت ريحتنا. لا حول ولا قوة الا بالله، انا قال لي باخذك يعني باخذك، لا تحاول لا تحاول، تعال 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 يا خروف، اركب معزز مكرم احسن لك يا اخي. انا ما ابغى اذيك، انا شخص مسالم والله، اني انجرح اذا ضربتك ولا سويتك شيء. ما تبغى بكيفك، خلاص روح، اسوي لك انا، خلاص خليه يروح، اتركنا منه فكنا. تربطها من بطنها. اجل من وين تبين اربطها؟ من رجبتها. تخسرك وبتموت، فخليك ذكي واربطها من بطنها. يا قلبي مره حساس يا ذكي، لازم تربطها من رجبتها، كذا كل الناس تعرف. يا اخي لا، يمكن تموت ما تدري انت. معليش، وبعدين وش هذه يا مشعل؟ صغيره يا اخي ذي، صغيره، ما تضحي ما تضحي ذي يا اخي. يا محمد، انا رحت ودورت وتعبت يا اخي، لقيت لك واحد دب على كيف كيفك، بس المشكلة ما يرضى يركب بالسيارة. اقول له اطلع معي، تفضل اركب لو سمحت. يا اخي ركبه على طول، شيك انت والله العظيم. يقول ارسل حكيما ولا توصي. يا اخي شوف، بس المشكلة تجي وشو، اني حاولت معه بالكلام يعني، ما ضربنا ولا والراعي بيضربه وكذا ودفه، ورحت دورت بالسوق ولقيت هذولا. شوف يا حزينهم، مؤدبين محترمين على خلق، يتكلمون يعني يعني شوف ركبوا بالسيارة بسرعة، حتى ذاك الثاني ما قلنا له شيء، هو جا ركب. انا الان نبغى نشوف جزار يذبح لون جزار. لا لا لا، ايش جزار وما جزار، انا هنا موجود خبره ترى. عندك محمد خبره يا ابو انت ما تعرف تذبح دجاجه، تركونا من الكلام الفاضي بس. خبره هو، وش خبره؟ انا جزار الجزارين انا. كفو، هذا ترى. الله يلا الله يلا عظيم. خلي بديك على جزار بس دقيقه. الو، السلام عليكم. اي ابو عبد الله، اي نبي يوم العيد عندنا خروفين. الان ارسل لك، عارف المكان، يلا احتريك الان تكفى عشان نتفق نشوف الوضع. يلا مع السلامه مع السلامه. الحين انت كلمت الرجال وعلى هذه، وش قال لك اسمها؟ هذه تيوس، شوف هنا حرف تي بالاخضر، هذا تيوس. يا ابوي هذا نجدي، نجدي ما تشوفه؟ شوف من عيونه، عارف انا نجدي 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 يا ابوي نجدي. تيوس تيوس يا شباب، نعيمي وسبعه انعام. يا ابوي هذا نجدي، تلعب علي انا. تيوس انا يا تيوس، انا اللي جايبه. نعيمي تيوس يا نعيمي يا اخي، ايش فيك؟ تيوس تيوس يا تيس، انت وياه تيوس. تيوس نجدي، تيوس وبركاته. وعليكم السلام. الله وبركاته، هلا بعمنا، يا هلا ومرحبا. حياك الله. ابد شوفت عينك. ايش هذا؟ أضاحي. يا اخي هذه لا تقول لي هذه ضحايا. ايه انت ليش؟ وش لي ضحايا؟ يا اخي هذه حقة شاورما، ما هي ضحايا. بعدين يا اخي ارحموا انفسكم، استحوا على وجيهكم. الحين لو جاكم ضيف ولا مسؤول ذبحتوا له خروف كبير وسمين ومتين، والرب العالمين تجيبون واحدة هزيلة رخيصة. الآن هذه بتذبحها لنا بكم ذي؟ والله السعير يعني تعرف الجدول مزحوم يوم العيد وكذا، حتى لو ذبحناها لكم يعني 8.5 9.5 يعني، لكن نذبحها لكم يعني 200 ريال. إيه؟ وش اللي 200 ريال؟ أنت تستهبل، قاعد تذبح ديناصور؟ ربي عبد محمد، ما يبغى لها شيء ذي، تمسكها من كذا، تمسك كذا سكين تسحب كذا، ثم أنا أقشرها تكشير 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 بس خلاص. تكشير؟ لا تعرف تذبح انت، ذابح يوسف افندي ولا ذابح خروف؟ تكشير. اسمع، انا راح اعلمكم الطريقه. افتح يوتيوب مواهب وافكار، وفي مقطع اسمه الخروف يستسلم. الحين بالله هذه ايش اسمها؟ قلت لها اسمه تيوس بس ما ردوا عليه. يعني يا ابوي هذه اسمها نجدي نجدي. انا اشتريها يا اخوي. نجدي، الله يخلف عليكم ويخلف على اهلكم، ما هي معروفه هذه؟ سواكن. بسم الله، سواكن هذه. لا حول ولا قوه. وعليكم السلام. الله، هذه شامبو عطر، خذ روش الخروف.
ماذا يحصل احيانا في البيع وكيف يستطيع البائع يعني يلعب على الزبون او يغشه؟ ومن غشنا فليس منا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. من الاخطاء اللي هو الغش، اللي يمسك الخروف من هنا ويشده كذا ويمس الخروف، بالحاله هذه يزود وزن الطلي، ينتفخ البطن ويرتفع انتفاخ البطن للظهر، يرفع الظهر اي كذا، يعني تشده كذا ينتفخ، او مسكه الاذن هذه. هنا شوف، وفيه النوع الثاني اللي هو الرفع، هذا غش. البيع الطبيعي والبيع الصحيح، فكه مسكته كذا، هذا البيع الصحيح، لا غش ولا تدليس، لا يمسك اذن، لا يمسك رقبه، لا يرفع الخروف. اذا الغش اللي واضح هو رفع الخروف من المقدمه، يعطي مساحه شحم في الظهر او مساحه لحم في الظهر، لانه الخروف لما يرتفع ففي ضغط زي ما قال ابو نوره من الكرش الى الظهر، فبالتالي يعتقد الزبون انه هذا سمين وهذا من غش. لذلك يجب ان اذا رفع الخروف تقول له لا اتركه، بس بيع طبيعي كذا، بس فك قرونه خلاص كذا، هذا بيع طبيعي، خروف واقف طبيعي، واقف زي كذا. شاكرين ابو نوره. شوف اشترينا احلى خروف، الصوف مليان بالصوف، في اشهر قصة معروف، هذا الطيب العطوف يزعل لما يشوف ملقوف، ما يعرف ارقام وحروف، ياكل برسيم وملفوف، حياكم الله يا ضيوف، ضحينا بهذا الخروف، يا ناس يا اهل المعروف، وزع لحم خير تشوف. شوف اشترينا احلى خروف، بالصوف مليان بالصوف، في اشهر قصة معروف، هذا الطيب العطوف يزعل لما يشوف ملقوف، ما يعرف ارقام وحروف، ياكل برسيم وملفوف، حياكم الله يا ضيوف، ضحينا بهذا الخروف، يا ناس يا اهل المعروف، وزع لحم خير تشوف.